أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيها أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين. وطالع في موقع الهينت، حملات دهم وتفتيش واعتقالات المدنيين شمالي بغداد. وفي المدى نتصفح مرشحون يشاركون في السباق الانتخابي رغم طلب الأدلة الجنائية استبعادهم. نشر في موقع كتابات انتخابات العراق على صفيح ساخن بطاقات انتخابية للبيع ومخاوف تزوير وتدخلات خارجية. وفي الجزيرة نت نطالع، هل تدخل قوات عربية إلى سوريا بدل الجيش الأمريكي؟ وفي العربي الجديد، روسيا تعرقل عمل محققي مجزرة دوما وتعبث بأدلة الكيميائي. نتصفح في القدس العربي، فرنسا تبدأ إجراءات سحب وسام جوقة الشرف من بشار الأسد. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة، البيت الأبيض مهمتنا في سوريا لم تتغير، وترامب يريد عودة قواته. أهلا بكم. لم تتمكن الحكومة العراقية من اتخاذ موقف رسمي أكثر من التعبير عن القلق من تداعيات تلك الضربة الثلاثية على المنطقة، وكان موقفها قبيل الضربة أكثر إحراجا، حيث عبرت بأن ما يحصل في سوريا شأن داخلي، وهذا الموقف لم يزل ليس لأن بغداد غير منحازة إلى تحالف طهران وموسكو مع نظام بشار الأسد طبعا ضد الشعب السوري، ولكن إحراج موقف حيدر العبادي دفعه إلى اتخاذ موقف النأي بالنفس، بحسب مقال الكاتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية. حكام العراق يعرفون حجم إمكانياتهم وعدم قدرتهم على التعامل مع القوى الكبرى التي تشتغل على ترتيب الساحة السورية، لكنهم يخشون ما يمكن أن يسحبه ذلك على مواقعهم وليس على مصالح العراق. لقد كشفت محنة الشعب السوري مع نظام الأسد مدى ازدواجية المعايير التي تحكمت بمواقف الزعامات السياسية الشيعية الحاكمة في بغداد، فدائما ما يتندر هؤلاء بأنهم قاوموا حكم صدام حسين، وسبق لهؤلاء القادة العراقيين أن رفعوا مظالمهم إلى أمريكا التي اشتغلت عليها كغطاء لمخطط غزو العراق فيما بعد، وباركوا مسلسل الضربات الجوية الفتاكة ضد المدنيين العراقيين، ومثالها القصف الجوي لملجأ العامرية ببغداد خلال حرب تحرير الكويت، حيث تم قصف الملجأ في 13 من فبراير عام 1991، مع أن الموضع الحقيقي لتلك العمليات العسكرية هي الحدود العراقية الكويتية وليست بغداد، حيث انصهرت أجساد أكثر من 1500 مدني عراقي كانوا محتمين بذلك الملجأ باعتراف البنتاغون. وواصلت قوى المعارضة في ذلك الوقت تقديم خدماتها للأمريكيين عن طريق تزويدهم بالمواقع المزيفة لأسلحة الدمار الشامل الكيميائي والبيولوجي. ويضيف الكاتب، حكام العراق يعرفون حجم إمكانياتهم وعدم قدرتهم على التعامل مع القوى الكبرى التي تشتغل الآن على ترتيب الساحة السورية وتقاسم النفوذ فيها، لكنهم يخشون كل الخشية على ما يمكن أن يسحبه ذلك على مواقعهم وليس على مصالح العراق العليا. هم فقط يتطلعون على مصير النفوذ الإيراني في سوريا والعراق، فمصيرهم مرتبط بذلك. شيزوفرينيا حكام العراق وسوريا حول التدخل الخارجي، هكذا عنونت هيفاء زنقان مقالتها في القدس العربي، مضيفة أن هناك شيئا مضحكا إلى حد البكاء
في موقف النظام العراقي مما يجري في سوريا من قصف وقتل للشعب وتدمير للبلد. موقفه من حزب البعث السوري وأنشطة التواجد الإيراني الروسي من جهة والأمريكي البريطاني الفرنسي من جهة ثانية، فضلا عن الدول الفاعلة على الأرض من خلال ميليشيات وقوات قتالية وجهادية بأحجام تتناسب طرديا مع مدى الدعم العسكري والإنساني الذي تتلقاه من عديد الدول، من بينها دول عربية شقيقة تمتد من لبنان إلى السعودية ودول الخليج. تمتد تفاصيل مهزلة الموقف السياسي المعبر عنه بتصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى ما هو أعمق من التصريحات بصدد أحداث آنية. تبين التفاصيل موقف حزب الدعوة باعتباره ممثلا للطائفة الشيعية من جهة ومعاديا لحزب البعث الذي حكم العراق لعقود، واستجارته بالقوى الخارجية لمساعدته على التخلص من النظام. وفر الاحتلال الأمريكي للعراق وقوانين الحاكم العسكري بول بريمر فرصة لا تعوض لحزب الدعوة مع آخرين للتخلص الجسدي من حزب البعث عن طريق التطبيق لقانون اجتثاث البعث. استعادة هذه النقطة مهمة لفهم موقف حزب الدعوة الحاكم بالعراق، متمثلا بتصريحات اثنين من قيادييه هما العبادي والجعفري الداعم بقوة لنظام حزب البعث السوري سياسيا وعسكريا. لماذا؟ كيف يبرر حزب الدعوة موقفه من نظام البعث السوري وهو الذي لم يدخر سبيلا في التآمر والتفجيرات ومحاولات الاغتيال والقتال في صفوف القوات الإيرانية ضد العراقية للقضاء على حزب البعث العراقي؟ يتساءل الصدج منا، هل هناك بعث أخضر وآخر أسود للتمييز بين الموقفين؟ هل هي المهارة السياسية أم أنه الولاء الطائفي المتجذر أبعد من الموقف السياسي؟ ويضيف الكاتب كيف وما الذي سيقوم به النظام العراقي ليضع حدا لتكرار الحماقات الأمريكية حسب الجعفري، على الرغم من تعاون حزب الدعوة مع أمريكا سابقا عبر سكوته على ضرب العراق بأسلحة سيبقى تأثيرها المميت باقيا على مدى أجيال مقبلة، مثل اليورانيوم المنظم أو حاليا عبر استمرارية وجود القواعد العسكرية والقصف الأمريكي تحت مسمى التحالف الدولي. وكيف ستكون العلاقة بين النظامين في ظل التحالفات والنزاعات الدولية والإقليمية والعربية ومع ازدياد شيزوفرينيا الطائفية الدينية والعرقية والقبائلية؟ مع إعلان مفوضية الانتخابات بدء انطلاق الحملة الانتخابية، سرع المرشحون للتسابق على حجز الأرصفة والأعمدة والجزرات الوسطية لتعليق صورهم عليها طبعا. المثير في الأمر أن غالبية هذه الصور عملت أو تم عملها داخل الاستوديوهات، لا تجيد استخدام برنامج الفوتوشوب بطريقة جيدة، حتى بدت صور المرشحين غارقة بألوان بعيدة كل البعد عن ملامح المرشح الأصلية، بحسب الكاتب عبد الناصر جبار الناصري في موقع كتابات. لم يعترض سيادة المرشح على التبييض الصارخ لأنه يعرف جيدا أن الطريق إلى البرلمان يتطلب تزييفا واضحا لكل المعالم التي يتحلى بها، فهو يريد أن يخرج إلى الشارع المؤيد له أكثر بياضا من غيره، لذا يعمل سيادته على غشنا حتى في ملامح وجهه ولون بشرته. إننا نعيش في زمن الفوتوشوب الذي يساهم في تلميع الصور لكنه لا يستطيع أن يغير شيئا من الحقيقة، فمهما عمل المرشحون الفاسدون على خداعنا لكنهم لا يستطيعون إخفاء حقيقة فسادهم وغشهم، لأن الفوتوشوب سيبقى داخل أجهزة الكمبيوتر ولا يستطيع الخروج معهم لتضليل وجوههم بألوانه الزاهية، وسيخرجون بوجوههم الكالحة وسيلاحقهم الشعب في كل مكان مثل ما حصل مع الكثير من الفاسدين وهم في أوروبا. لم يستطع الفوتوشوب إنقاذهم من نقمة الشارع العراقي الواعي. يعتقد المرشحون أن زيادة عدد الصور وزيادة ألوانها ستساهم في زيادة ناخبيهم، لذلك ساهموا مساهمة كبيرة من خلال يومين فقط على تسميم ذائقتنا بإخفائهم جميع معالم الشوارع التي كانت تتميز بألوانها الطبيعية رغم ما أصابها من خراب ودمار.
لا يريد المرشح معرفة إن المواطن بدأ يتشكل وعيه شيئا فشيئا وأصبح يميز اللون الأصلي من اللون الكاذب. بدأ يعرف جيدا أن الأساليب الفوتوشوبية السابقة والمراد تكرارها الآن لم تنطلي عليه مجددا لأنه ذاق مرارة زيفها. أصبح المواطن العراقي لا يبحث عن صورة قرآن تتخفى خلفها مرشحة كل همها تحقيق مآربها الشخصية، ولا يريد بوشاية تتخفى خلفها ليال حمراء، ولا يريد عمامة تتخفى خلفها ما لذ وطاب من الموبقات. بعيداً عن الأضواء وعن عيون قيادة الجماهير العربية في إسرائيل، أبرمت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام ومن خلال ما يسمى سلطة تطوير البدو اتفاقاً مع سكان عشرات البلدات البدوية في النقب، يقضي بترحيلهم عن قراهم التي رفضت الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة الاعتراف بها وحرمتها من أبسط حقوق الحياة، لتركيزهم في بلدتين وبدويتين قامتهما في سبعينات القرن الماضي بحسب مقال الكاتب أسعد حلمي في الحياة اللندنية. خلال العقود السبعة أقامت إسرائيل أكثر من 1000 بلدة يهودية ولم تقم مدينة عربية واحدة باستثناء البلدات البدوية، لترحل البدو من أراضيهم الواسعة في النقب وتجمعهم في 4 بلدات على مساحة ضيقة بعد 70 عاماً على إقامتها. ما زالت شهية إسرائيل مفتوحة على مصادرة ما تبقى من أرض عربية، لكن مع كل المصادرات ما زال قلق آخر يساور سدنة الدولة العبرية، يتمثل بالهوس الديمغرافي حيال فقدان كل من الجليل والمثلث غالبية يهودية بالرغم من كل المخططات التي طبقت في العقود الماضية وأغرقت المنطقتين بمئات البلدات اليهودية. وعليه ليس صدفة أن المتطرف أفيغدور ليبرمان يتبنى مشروع مبادلة منطقة المثلث بالتكتلات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ليصيد عصفورين بحجر، الأول يتخلص من نحو نصف مليون عربي ويضم في المقابل عدداً مماثلاً من المستوطنين اليهود، فتصبح إسرائيل ذات غالبية يهودية متينة 87%. ويبقى السؤال حول كيفية مواجهة العرب مختلف المخططات التي تحاك في السر والعلن في ظل حكومة يمنية متطرفة. أحد أبرز أعمدتها ليبرمان، وحيال عجز القيادة العربية في الداخل عن فعل شيء أمام التطرف المتصاعد. هل تحاول اليونان استدراج تركيا إلى معركة جانبية؟ سؤال يجيب عليه الكاتب علي حسين باكير في مقال بصحيفة العرب القطرية، إذ أعلنت السلطات اليونانية الأسبوع الماضي سقوط طائرة حربية من طراز ميراج 2000 تابعة لسلاح الجو اليوناني بالقرب من جزيرة سيكيروس في بحر إيجه، وعزت العديد من وسائل الإعلام سقوط الطائرة اليونانية إلى عملية مطاردة كانت تقوم بها لمقاتلة تركية اخترقت الأجواء اليونانية على حد زعمهم. طبعا لم تؤكد اليونان سبب سقوط مقاتلتها، فيما نفى الجانب التركي وجود أي مقاتلة تركية أثناء سقوط المقاتلة اليونانية. في هذا السياق يسود الاعتقاد لدى عدد من المسؤولين الأتراك بأن تصاعد التوتر بين البلدين مؤخرا هو نتيجة حسابات خاطئة لدى بعض السياسيين اليونانيين الذين يؤمنون بأن الظروف مناسبة للتصعيد مع أنقرة. في الوقت الذي تنشغل فيه تركيا عسكريا على عدة جبهات داخل البلاد وخارجها، وأن هذا الوضع سيمنع الأخيرة من الرد على الاستفزازات اليونانية أو على محاولات أثينا الحصول على مكاسب سياسية في الملفات الخلافية سابقة الذكر متسلحة بدعم الاتحاد الأوروبي لها، لكن إلى أي مدى تستطيع اليونان أن تستدرج تركيا إلى معركة إضافية معها؟ في نهاية التسعينيات من القرن الماضي كان البلدان على شفير حرب نتيجة تصاعد الخلافات الحدودية، وبالرغم من أن المؤشرات الجغرافية والبشرية كانت تميل بقوة إلى صالح تركيا إلا أن وضعها السياسي والاقتصادي لم يكن جيداً على الإطلاق، وهو ما كان يسمح لليونان بأن تتجرأ على إعلان التحدي حتى وإن تطلب ذلك تصعيداً عسكرياً بين البلدين.
يبدو المشهد اليوم مختلفاً، إذ مع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي لليونان خلال العقد الماضي لم تعد قادرة على متابعة التنافس الثنائي، وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على وضع قوتها المسلحة، الأمر الذي جعلها تميل أكثر فأكثر إلى الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي وفي وقت من الأوقات على روسيا أيضاً. هل نحن إزاء الفصل الأخير من رئاسة دونالد ترامب الذي يمر الآن بأصعب فترات حكمه؟ أما أن الأمر لا يعدو أن يكون مشهداً من الديمقراطية الأمريكية في أبهى تجلياتها، سؤال قطعت به نيويورك الأمريكية قول خطيب، إذ ترى أن رئاسة ترامب تلفظ أنفاسها الأخيرة فعلاً، وساقت من الشواهد ما يعزز هذا الطرح. يقول الكاتب إن ترامب لم يكن لديه قبل انتخابه رئيساً سوى نشاط تجاري صغير يديره في الغالب اثنان من أكبر أنجاله، دونالد الابن وإيفانكا ومحام رديء اسمه مايكل كوهين، الذي وجهه الآن طوفاناً من التهم تتراوح ما بين الاحتيال المالي وغسيل الأموال ومخالفات مالية تتعلق بحملة ترامب الانتخابية. يضيف أن هناك أسئلة قانونية مهمة ما تزال مطروحة، مثل ما مقدار ما يعرفه ترامب وأبناؤه عن إجرام شركائهم التجاريين وغيره من الأسئلة. يخلص المقال إلى أن الإجابة عن ذلك السؤال وغيره ستلعب دوراً في البت بشأن ما إذا كان الضالعون في تلك العمليات، أي ترامب وأبناؤه ومحاميه كوهين، سيزج بهم في السجون. وإذا كان ذلك كذلك، فكم من العقوبة سيقضونها في غياهب السجن؟ وتطرقت المجلة إلى قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، فتقول إنه لم تعد التحقيقات في هذا الشأن تقتصر على التواطؤ مع روسيا، فهناك إلى جانب تلك المسألة قضية أخرى على الأقل تتعلق بفحص الرسائل التي عثر عليها المحققون في مكتب المحامي كوهين لدى اقتحامهم له. أما الآن نتمنى لكم متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.